السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معادنا النهاردة بحلقة جديدة برنامجنا يلا نعيش، وسر جديد من أسرار الرشاقة والجمال. معاكم نور أحمد، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة. إن شاء الله النهاردة هنتكلم في تفاصيل كتير جدا تخص التخلص من الوزن الزايد بطرق آمنة وصحية. إزاي يوصل بنفسي لأفضل حلول مثالية للوصول لوزن مثالي وجسم رشيق بسهولة إن شاء الله بإذن الله وبيسر. هنتعلم مع بعض خطوات سهلة جدا، قواعد هنمشي عليها، هتبقى نظام حياة مش مجرد دايت همشي عليه شهر أو اتنين أو تلاتة هزهق وهبطل وارجع أتخن وهكذا. اللي حصل لينا كلنا إن احنا لما وزننا عالي عامة ده كان بسبب نظام حياة خاطئ. فاحنا عشان نوصل مع بعض إن شاء الله بإذن الله لوزن مثالي وجسم رشيق وقوام مثالي لازم اغير اسلوب حياتي الغلط، مش مجرد همشي على نظام دايت شهر او اسبوع او اتنين وارجع ازهق وارجع اعك الدنيا تاني وارجع ازيد في الوزن تاني وهكذا. لا، احنا عايزين يبقى الموضوع يا جماعة نظام حياة ولايف ستايل صحي. قبل ما انا افكر في وزني وفي جسمي وفي شكلي الحلو هفكر في صحتي، هتعين مع الموضوع على انه حياتي انا صحتي اللي انا بقى عايشة الحمد لله بصحة كويسة وفي نفس الوقت يبقى شكلي جميل وجسمي رشيق ومبسوطة بنفسي وعندي ثقة وعندي القدرة ان انا اواجه العالم واواجه الكون كله. محدش يحرجني بكلمة، محدش يقولي تخنتي، محدش يقولي زدتي. كلنا معرضين طبعا للزيادة، مفيش حد فينا مش معرض لزيادة الوزن، بس الجميل بقى في الموضوع ان انا اقدر اكون مسيطرة على نفسي شوية، ما سيبش الموضوع يفتح مني قوي، اعرف ايه اللي خلاني وايه اللي وصلني لزيادة الوزن واحاول ان انا اتفادى الاخطاء اللي انا عملتها. ستايل الحياه اللي انا كنت ماشيه عليه واتبعته وصلني زياده الوزن، حتى لو كانت زياده وزنك حصلت غصب عنك، مثلا اسباب مرضيه، حمل وولاده، رضاعه، القعده في البيت بعد الجواز والكلام دي كلها طبعا مشاكل بنمر بيها، بس سهل قوي قوي ان شاء الله نتفاداها. النهارده ان شاء الله في حلقتنا هنتكلم عن 10 قواعد لنظام حياه صحي يوصلنا باذن الله لحياه صحيه افضل. هناخد اول حاجه القاعده الاولى، بس قبل ما اتكلم معاكم فيها عايزه اقول لكم حاجه، ان موضوع الدايت ما بقاش موضوع اكل وشرب، هاكل ايه وهشرب ايه. المشكله بقت اكبر من كده، بقت هرمونات في جسمي متحكمه اكتر في تراكم الدهون في الجسم. فعشان افهم الموضوع صح انا هحاول اوصل لكم الموضوع بابسط طرق، يعني ان شاء الله باذن الله تقدروا حضراتكم تستفادوا بيها. الموضوع ما بقاش اكل داخل وشرب ايه وممنوع ايه والدنيا ايه وورق الدايت هديها لك هتمشي عليها، الموضوع بقى اكبر من كده بشوية. هرمونات في الجسم بتعامل معاها، جسم ذكي فاهم انت بتعملي ايه، بتعامل معاكي بذكاء على طول. فعشان انا اتعامل مع ان شاء الله باذن الله مع جسمي واوصل بنفسي لوزن مثالي ان شاء الله باذن الله وجسم رشيق، فلازم اكون عارفة انا بعمل ايه. الموضوع مش موضوع زي ما قلنا دايت همشي عليه شهر او اتنين ولا حاجة وهرجع الاقي نفسي زدت تاني. فالقاعدة الاولى عندنا هنبدأ مع بعض ان شاء الله باذن الله، هاخدها من بالليل. انا ببدأ يومي من الساعة 8 بالليل في الدايت بتاعنا وفي النظام بتاعنا، هنبدأ بلخبطة شوية. انا عايزة يا جماعة بعد الساعة 8 تكون اخر وجبة هتخش جسمي هي وجبة الغداء وتكون الساعة 6، ومن الساعة 8 بالليل امنع اكل نهائي. عايز اخر وجبه تخش جسمك يكون هي الساعه 8 بالليل، ميعادها 8 بالليل، اعود نفسي على كده. حتى لو بتسهري للساعه 2، لو بتسهري للفجر، عودي نفسك ان الساعه 8 خلاص انا اسلوب حياتي مش هيخش اكل تاني في جسمي بعد الساعه 8. طب فرضا لو جعت هعمل ايه؟ عندي بدائل كتيره جدا، عندي ميه، عندي طبق سلطه، عندي مثلا كوب زبادي عليه عصره ليمونه عليه رشه قرفه، عندي ممكن قوي قوي يعني كوبايه شاي بلبن خالي الدسم، هيبقى تلت الكوبايه لبن او التلتين ميه قصدي والتلت الاخير لبن، ده في حاله طبعا لو جعت. طب انا عشان اعمل كده لازم اكون متغديه كويس، ولازم الغدا بتاعي اساسا يكون فيه نسبه بروتين وخضار عاليه عشان يمدوني بالطاقه والشبع ان انا اقدر اواصل مثلا من 8 بالليل لحد 8 الصبح من غير اكل. انا عايزاك تدخلي جسمك في حاله من حالات الصيام المتقطع لنزول الوزن، بس انا مش هتكلم النهارده عن الصيام المتقطع، انا هتكلم على قواعد عامه 10 فيهم او من ضمنهم الصيام المتقطع، بس مش بطريقه مباشره، بطريقه غير مباشره. يبقى انا كده اتفقت مع حضراتكم ان انا هتيجي عليا الساعه 8 بالليل همنع اكل نهائي، واتفقنا لو جوعنا هناكل ايه
عندي طبق السلطه طبعا طماطم قليله جدا في طبق السلطه، مش هكتر طماطم نهائي، هيكون الطبق خيار كتير، خس كتير، خضره كتير، عصير ليمونه، ممكن احط نقطه صغيره قوي خل تفاح، هيساعد معايا قوي برضو، جميل وهيقفل معايا الشهيه. مسموح لي من الساعه 8 بالليل كوبايه قهوه، يعني ما انصحش بالقهوه بالليل، بس ممكن قهوه خضراء جرين كوفي، ممكن شاي بس بدون سكر على قد ما نقدر نقلل السكر، ممكن اشرب ميه، ممكن طبق فواكه خفيف، بس برضو الفاكهه مش هكون اي فاكهه، هقول لكم برضو على انواع الفاكهه المسموح بيها اثناء اتباع نظام غذائي اكون عايزه انزل بيه وزن. واتفقنا ان هو مش هيكون نظام غذائي بالمعنى، احنا عايزين يبقى لايف ستايل، لايف ستايل حياه عامه انا ماشيه عليه عشان انزل. انا كده منعت اكلي من 8، فرضنا ان انا صحيت 6 الصبح مثلا، انا عايزه اقعد 4 ساعات من بعد ما عاد صحياني من غير اكل، 4 ساعات من بعد ما صحيت من غير اكل. طب يا دكتور لو قمت جعانه هعمل ايه؟ انا عايزاكي اول ما تصحي من النوم تاخدي كوبايه ميه دافيه على الريق، دي ان شاء الله باذن الله هتسهل معاكي قوي في نزول دهون البطن، غير انها ليها فوائد صحيه كتير جدا جدا على المستوى العام، وعلى المستوى الخاص ممتازه جدا لدهون البطن. يبقى انا كده اول ما اصحى من النوم هاخد كوبايه ميه دافيه. النقطه اللي هتكلم فيها الجايه دي مرضى قرحه المعده والتهابات جدار المعده مش هيتبعوها ومش هينفذوها معايا، اللي هي ايه؟ انا عايزه اجيب ازازه ميه يا جماعه، تمام، احط فيها عصير ليمونه، ازازه ميه لتر مش عايزاها كبيره، واحط فيها عصير ليمونه، واحط فيها نص معلقه خل تفاح، معلقه كبيره او معلقه صغيره، لو احط معلقه كبيره هخليها نصها، لو معلقه صغيره ممكن احط المعلقه كامله في ازازه الميه ومعاها عصير ليمونه كمان. والازازه دي انا هشرب منها مثلا حوالي ساعه من بعد صحياني من النوم، وانا بروق البيت، وانا بحضر الاولاد حاجه المدرسه، وانا مثلا بحضر الفطار، بعمل مواعين اللي في الحوض، بلبس عشان رايحه شغلي، هاخدها معايا في شنطتي وانا نازله. اتفقنا ان اصحاب قرحه المعده والتهابات جدار المعده مش هيمشوا معايا في الخطوه دي، هنا هيعملوا ستوب، هياخدوا كوبايه ميه دافيه وراها كوبايه ميه تانيه وخلاص على كده. لو حسيتي ان انت لسه في مثلا بعد ما صحيتي من النوم وخدتي كوبايه الميه الدافيه وراها دست الميه اللي احنا اتفقنا عليها، الكلام ده كله بيعمل ايه؟ الكلام ده كله بيقفل معاكي الشهيه وهيديكي احساس بالشبع وهيشتغل معاكي على مضاعفه حرق الدهون في الجسم، عشان تبقي فاهمه انت بتعملي كده ليه برضه. وفي نفس الوقت انا صايمه كده من 8 بالليل لحد 6 الصبح، انا كده بنزل بهرمون الانسولين اللي هو الهرمون المسؤول عن تخزين الدهون في الجسم، بنزل بيه لاقل مستوياته. وفي حاله نزول هرمون الانسولين في جسمك في هرمون تاني مضاد بيعلى اللي هو هرمون النمو، جروس هرمون. الهرمون ده لما بيعلى انا معدل ارتفاع حرق الدهون في جسمي بيوصل لحوالي 1300 ضعف. لما اشرب كوبايه القهوه الصبح بقى بعد ما صحيت من النوم واخدت كوبايه الميه الدافيه واخدت وراها كوبايه تانيه او الازازه التانيه فيها عصير الليمونه وفيها معلقه الخل التفاح، هشرب بعد كده كوبايه قهوه والعب تمارين رياضيه حوالي نص ساعه. ليه تمارين رياضيه؟ فرصه جميله جدا وانت جسمك لسه صاحي من النوم وفي مثلا حيويه وفي نشاط، والقهوه كمان بتعلي معدل حرق الدهون في الجسم وبتضاعف الحرق مع الرياضه كمان نص ساعه، دي يا جماعه معدل حرق الدهون هيبقى في اعلى مستوياته، وفرصه حلوه قوي قوي ان انت تخسي بسهوله، غير ان الرياضه بتشد الجسم. خلاص كده، يبقى انا كده منع نفسي من الاكل من 8 بالليل لحد 8 الصبح، وقمت من النوم عملت اللي احنا اتفقنا عليه، ولازم العب حوالي نص ساعه رياضه. الرياضه هنا مش اختياري للاسف، هي انا يعني اتمنى مننا جميعا ان هي تكون اسلوب حياه، ان احنا كل يوم الصبح نديها مثلا كده نص ساعه رياضه، مش اقل من نص ساعه. لو قلنا 20 دقيقه مش هن يعني احنا عايزين بس ال 20 دقيقه تبقى تسخين للجسم، وال 10 دقائق التانيين اللي هم هنكمل بيهم النص ساعه دول اللي هيعلوا لي معدل حرق الدهون في الجسم. فلما العب نص ساعه رياضه، ومش هقول لك انزلي جيم او انزلي مثلا اجري في النادي، على حسب ظروفك انت كربة منزل وام الاولاد قاعدين معاكي في البيت، سواء اطفال صغيرين او نزلوا راح المدرسه او انت عندك مثلا شؤون بيتك برضو، العبي رياضه في البيت، الدنيا سهله وبسيطه. لو جبتي حبل مثلا عندك في البيت وربطتيه كده على بعضه مضلع ولعبتي نط الحبل مثلا 30 مثلا نطه، بس هتلعبيهم 10 وتريحي و10 وتريحي وهكذا، وكل ما تلاقي نفسك ابتديتي تتحسني اكتر كل ما تزودي عدد النطات اكتر. حاولي تمشي في الشقه كتير، اعملي اي مجهود بدني الصبح اول ما تصحي من النوم،
الصبح بيبقى معدل حرق الدهون عالي جدا. ما تنزليش الولاد من المدرسه وتخشي تنامي، يعني برضو مش هتديكي طاقه، بالعكس حتى لو كنتي زهقانه ما تستسلميش لزهقك. انا عايزاكي انتي تكوني مسيطره على الامور، انتي صاحبه القرار، انتي اللي عندك اراده اللي انتي عايزه تخسي وتوصلي الحلم انتي نفسك توصلي له. ايا كانت الظروف اللي حواليكي مش مساعداكي، انتي ساعدي نفسك. خليكي انتي الطاقه الايجابيه في البيت، وخليكي انتي الباور في البيت، وخليكي انتي الضحكه اللي منوره البيت. خلي اولادك لما يجوا من المدرسه يلاقوا ماما عندها طاقه وعندها باور، ماما عندها حلم بتنفذه. لو استمريتي على اللي انا بقوله دوت ان شاء الله باذن الله من اسبوع لعشر ايام انا بوعدك ان هتلاقي نتائج وهتلاقي تغيير ملحوظ قوي في جسمك. بس الموضوع محتاج صبر. تمام كده خلاص، انا كده لعبت الرياضه بتاعتي والدنيا بقت زي الفل، تمام الحمد لله. انا كده جعت، المفروض هفطر. انا عايزه يبقى افطارك فطار صحي، عايزه لما نيجي نفطر ما نخشش التلاجة بقى ونفتح ونخرب، لا انا مش عايزه ده. انا عايزه واحده فاهمه هي بتعمل ايه، واحده داخله المطبخ ومقرره ومحدده اهدافها انا هفطر ايه. هديكي كام مثال كده لفطار خفيف وصحي ومتاحين في كل بيت. لو سلقتي بيضه مع حته جبنه قريش مع نص رغيف مع طبق سلطه حلو كده وعصير ليمون عليه طبعا، تهالي ده فطار كامل العناصر الغذائيه، وكمان هيمدك بالطاقه وهيمدك بالباور وهيعوضك عن اي حاجه انت محتاجاها. بيضه مسلوقه، قطعه جبنه قريش، طبق سلطه حلو كده جميل. عايزاك تقللي الطماطم فيه لان الطماطم املاح والاملاح بتخزن الميه في الجسم واحنا مش عايزين ده يحصل معانا، فخلي الطبق السلطه بتاعك معظمه ميه. خيار، خس، خضره، الكابوتشا الايام دي حلوه جدا، كتري منها في السلطه بتاعتك. هيمدك بشويه عناصر غذائيه فوق الممتازه. البروتين معانا هيكون بيض وجبنه قريش، هنقلل من العيش على قد ما نقدر. انا ممكن ازود بيضتين مثلا واقلل في العيش خالص. حابه تمنعي العيش وعندك اراده وعندك القوه انك تمنعي العيش الصبح في الفطار وتقدري تشبعي نفسك وتوصلي لمرحله شبع كويسه بالقطعه الجبنه مثلا والبيض، ممكن تحطي 5 معالق فول وبيضه مثلا وطبق السلطه. عندنا بدايل كتير، ممكن تجيبي شوفان وتعمليه مثلا بتفاحه صغيره وتقطعيها ونص كوبايه لبن خالي الدسم. يعني عندنا اختيارات كتير جدا وبدائل كتير جدا. المهم في الموضوع ان انا عايزاكي تفطري فطار كامل العناصر الغذائيه، مش عايزه حرمان، مش عايزه هبوط، مش عايزه دوخه. كلنا عندنا مسؤوليات وعندنا مشغولين وعندنا هموم كتير جدا في اليوم ممكن تخليكي تهبطي لو ايه عملتي نفسك نصحه وقلتي لا انا مش هفطر النهارده، انا عامله نظام غذائي، انا عايزه اخس، انا مش هفطر. فده مش في مصلحتك، بالعكس ده ليه الاثار السلبيه اكتر من الاثار الايجابيه، مش هتخسي اساسا. يبقى انا كده اتفقنا ان احنا هنفطر فطار صحي. من بعد فطاري بقى ان شاء الله باذن الله انا همنع الاكل تماما. نظام اللقيمات والاكل كل 3 ساعات ده احنا هنبطله شويه، احنا عايزين دلوقتي نلعب مع الهرمونات مش مع الاكل اللي داخل والخارج لجسمي. كل نظام وليه وقته وليه ادانه. احنا دلوقتي بنتكلم في انظمه دايت شغاله على هرمونات الجسم يا جماعه، عشان الجسم خلاص اصبح في حاله وصل لحاله من الذكاء اللي هو مش هتدخلي اكل وتخرجي اكل وهخس. الموضوع بقى موضوع اكبر من كده، موضوع هرمونات في جسمي مسؤول عن تخزين دهون لازم اخليها في اقل مستوياتها، موضوع هرمونات في جسمي بتعلي نسبه حرق الدهون لازم اعلي الهرمون ده قوي في جسمي على قد ما اقدر. الموضوع بقى نسبه وتناسب بين هرمونات الجسم اللي انا لازم اشتغل عليها عشان اوصل بنفسي نتائج كويسه. همنع اكلي من بعد فطاري تماما، هخش تاني في مرحله الصيام. اوكي، المسموح ليا في مرحله الصيام مثلا لو انت فطرتي 10 هتتغدي مثلا 4، مسموح لك ايه مثلا من 10 لـ4؟ هقول لك انا يا ستي، بصي المسموح لك دلوقتي ميه، شاي، قهوه ساده من غير سكر خالص، ينسون، شاي اخضر، قهوه خضراء، كل الحاجات دي. مفيش حاجه اسمها انا جعانه فهاكل طبق سلطه، طب هاكل فاكهه، طب معرفش ايه، لا مش مسموح. لو قعدتي تشتغلي على هرمونات جسمك صح وتوصلي لافضل نتائج نزول الوزن الامن هتمنعي اكل ما بين الفطار وما بين الغداء. ولما يجي ميعاد الغداء هعمل ايه؟ طبعا انا مش هتكلم تاني واقول لك لازم يبقى اكلك كامل العناصر الغذائيه، خلاص انت المفروض انت فهمتي كده. هديكي امثله بسيطه كده للغدا مثلا عشان تبقي فاهمه برضو الدنيا ماشيه ازاي. لو حبيت اتغدى هقلل نسبه النشويات على قد ما اقدر، هعتبر ان انا عندي طبق الاكل بتاعي 3/3، تلت وتلت وتلت، هقسم التلت في الطبق للبروتين. اوكي، سواء فراخ، سواء لحمه، سواء تونه، سواء سمك،
اي حاجة بدول هتكون مشوية او مسلوقة. التلت التاني في الطبق هيكون عبارة عن خضار. الخضار ده بقى انا هسلقه او هسويه على البخار او هحطه في صينية مثلا مع البروتين بتاعي وادخله في الفرن يستوي مع بعض. الطريقة اللي تناسبك انتي واللي تريحك انتي مسموح لك بيها، المهم ان انتي تدخلي جسمك اكل صحي خالي من العناصر الغذائية اللي بتؤدي لزيادة الوزن. النشويات اخر حاجة انا هفكر فيها في الطبق بتاعي، يعني اذا كانت رز او مكرونة او عيش هخليهم اخر همي يا جماعة، على قد ما هي بتملى البطن وبتشبع وكل حاجة، على قد ما هي بتعلي هرمون الانسولين في الجسم، وبالتالي بتكون فرصة حلوة قوي ان الجسم يخزن دهون. فانا بشتغل معاكم دلوقتي على الهرمونات في الجسم، ان انا بحاول اقلل من هرمون الانسولين في جسمي عشان في المقابل هرمون النمو يعلى، في المقابل ايه اللي هيحصل؟ معدل حرق الدهون هيزيد. في ناس كتير جدا بتقول يا دكتورة انا ما باكلش، وللاسف برضو في زيادة بتحصل معايا في الوزن. اقول لك بسبب هرمون، ممكن يكون عندها مقاومة انسولين، وممكن يكون نظام اكلها ان هي بتاكل بسيط جدا جدا جدا، بس بتاكل حاجات للاسف بتدي للجسم سعرات حرارية عالية. ممكن تكون وجبة واحدة في اليوم بس في وقت متأخر، ممكن تكون وجبة واحدة بس في اليوم بس للأسف وجبة كلها سعرات حرارية بكميات عالية، الجسم مش مستوعب ان هو يحرقها ومش مستوعب ان انت تنزلي. فلازم ابقى فاهمة بتعامل ازاي مع الجسم، لازم ابقى فاهمة باكل ايه، بدخل ايه لجسمي، لازم ابقى اكون عارفة انا بتعامل مع جسم ذكي، فانا كمان لازم اتعامل معاه بذكاء مش باي معامله كده وعشوائيه وخلاص، وصحيت الصبح خدت اي حاجه وفطرت اي حاجه وفي النص جوعت فكلت. لا، انا ببقى عايزه لما اكل وجبه اكلها كامله العناصر الغذائيه. ليه؟ علشان بتمد الجسم بالطاقه، عشان بتديني وقت طويل قوي ان انا بفضل شبعانه فيه. طيب في حاله ان انا جعت مثلا ما بين الوجبات او جعت بالليل، عندنا حاجات كتيره جدا ممكن مثلا نلجا ليها. الفشار كسناك ممتاز جدا. الميه يا جماعه مش كل ما تجوعي تروحي تجري على الثلاجه وتاكلي، في حاجه اسمها الجوع الوهمي، الجوع الكذاب، ان انا مثلا هو شعور بالجوع بس انت مش جعانه، ممكن تكون حاله نفسيه ومصدره لك الشعور ده بس انت مش جعانه. حاولي تشربي ميه لما تجوعي كده، جربي جربي كل ما تجوعي تروحي تشربي كوبايه ميه، ده بين الوجبات طبعا مش معاد الوجبه الاساسيه بتاعتك، ممكن ساعتها بس ساعتها تحسي ان احساسك بالجوع راح، اشغلي نفسك بحاجه تانية. في نقطة مهمة جدا عايزة اتكلم فيها النهاردة معاكم برضو، ما تزهقيش وتملي بسرعة من موضوع الدايت. مفيش نظام دايت في الدنيا هيديك نتائج اللي انت مستنياها لما تمشي عليه اسبوع. مفيش نظام دايت تاني ان شاء الله يعني هيوصلك نتيجة اللي انت عايزاها غير بالصبر. لو ما صبرتيش مش هتوصلي لنتيجة معينة انت مستنياها. هنطلع فاصل ان شاء الله ونرجع لكم تاني مع سر جديد من أسرار الرشاقة والجمال. Ultra Green Coffee Extra, the strongest slimming product to get the perfect weight. Ultra Green Coffee Extra, specially developed to achieve the best results. The strongest slimming product to get the perfect weight. A great slimming drink is safe, and now a bigger pack and a better result. Ultra Green Coffee Extra is the only safe for diabetics and heart patients, and also for breastfeeding, pregnant women and children. Ultra Green Coffee Extra has the specifications of the Egyptian Ministry of Health. Because we always strive for the summit, and our success has no limits, the Ultra Green Coffee package has been fully developed, and has become twice the size with amazing results in a few days. A great drink that combines the strongest natural ingredients to break up fat and lose weight with. رجعنا لكم تاني وهنكمل ان شاء الله باذن الله معاكم اسرار الرشاقه والجمال. زي ما تعودنا اتفقنا ان احنا خلاص هنخلي الغداء بتاعنا غدا كامل العناصر الغذائيه، بروتين تلت بروتين تلت خضار، التلت النشويات ده اخر حاجه هفكر فيها وهتكون هي اخر همي في الموضوع. طبعا عايزه بقى اتكلم معاكم عن حاجه مهمه قوي المره دي،
ان انا عايزه اشتغل مع جسمي لعبه القط والفار. ازاي؟ ما تحاوليش تخلي جسمك واخد على نظام اكل معين ثابت، ولا حتى نظام دايت واحد ثابت لمده طويله. ليه؟ زي ما اتفقنا ان الجسم ذكي، وانا بشتغل مع جسمي شغل هرمونات مش اكل وشرب بس. فمن ضمن العشر خطوات اللي انا ان شاء الله باذن الله قايله لكم عليها النهارده، انا عايزاكي تدخلي موضوع الصيام الاثنين والخميس، حتى الاخوه برضو الغير مسلمين معانا حاولوا يا جماعه تدخلوا الجسم مفاجاه كل اسبوع، حاجه غريبه كل اسبوع كده، لازم الجسم ايه يلاقي نفسه في حاجه مش طبيعيه. ففكره الصيام قوي، صيام الجاف دي ماشي، الدراي فاستنج اللي هي صيام نهائي، ان انا همنع اكل شرب ميه يومين في الاسبوع بشكل مختلف، هدي الجسم حاجه جديده يتفاجئ بيها، يخليه في حاله ذهول، هو ايه اللي بيحصل، هو ايه اللي بيجرى. طيب الصيام المختلف دوت او الدراي فاستنج دوت اللي هو صيام اثنين والخميس مثلا، هنقول مثلا بالنسبه ايه ان هو كمان سنه، وبالنسبه برضو لاخواننا الغير المسلمين شيء جميل جدا، كل الاديان فيها الصيام. فالصيام يا جماعه بيخلي الجسم في حاله حرق عاليه جدا، من يعني ما شاء الله من الحاجات اللي بتعلي نسبه الحرق في الدهون قوي. عايزاكي كل 3 ايام تعملي نظام صيام عن البروتين عن النشويات نهائي، منع النشويات كل 3 ايام، يعني كل 3 ايام اعملي يوم فاصل في الاسبوع امنعي فيه النشويات خالص نهائي، رز رز رز، عيش، مكرونه، سكر، حلويات. قولي النهارده اليوم ده الاجازه بتاع جسمي من كل انواع السموم اللي بتخش الجسم وبتعلي الوزن، وبتلعب لي في هرمونات جسمي، وبتزود لي هرمون الانسولين، وبتخلي المقاومه للانسولين عاليه، وبتخلي تخزين الدهون بيحصل بسهوله. فاتفقنا كده كل 3 ايام ان شاء الله هناخد يوم صيام من النشويات، من الدهون، من السكر، من الحلويات. الرياضة يا جماعة مش هكرر تاني واتكلم عنها، الرياضة اسلوب حياة وستايل حياة، خلي يومك على طول في رياضة، زي ما اتفقنا تصحي من النوم تلعب رياضة، في وسط اليوم اعملي رياضة حتى مع الاولاد في البيت مفيش اي مشاكل. عايزاكي وانت بالليل قاعدة على التليفون بتاعك مثلا، لو فرضنا ان انت نايمة على ظهرك وتعملي مثلا اي حاجة، قاعدة على التليفون بتتفرجي على التلفزيون، طب ما تستغلي الوقت دوت مثلا والساعة اللي انت قاعدها على الفون دي ان انت تلعبي فيها رياضة حتى وانت نايمة. مش هقولك رياضه بطن اللي مش هقولك ازاي، انت اكيد عارفاها، ولو دخلتي على صفحه عندي هتلاقيني منزله ليها فيديوهات ممتازه. قومي وقعدي، حركي ايدك، حركي دراعك، حركي رجليكي، الحركه دي على طول مع الجسم، ما الجسم مره والتانيه والتالته والرابعه هتلاقي انت فرق في، هتلاقي فرق في ليون جسمك وفي العضلات بتاعتك، هتلاقي فرق في مقاسات جسمك. عايزه اتكلم النهارده عن الثبات الايجابي للوزن كمان، ان في ناس بتحب على طول بتتصل بيا تقول لي يا دكتور نزلنا المقاسات حلوه قوي 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 والشيب بتاعنا نازل، بس للاسف انا واقفه على الميزان، انا شايفه الدنيا زي ما هي مفيش تغيير، الميزان بتاعي ثابت بس انا شايفه مقاسات جسمي نازله وكمان نازله بطريقه ممتازه، طب ايه الحل او ايه السبب يعني؟ طيب معنا اتصال. مساء الخير روما، ازيك؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ تمام والله الحمد لله، اخبارك؟ تمام يا حبيبتي بخير، منوره البرنامج. انت الله يبارك لك ويديك الصحه كده، وبجد انا بعشقك حبيبتي، ربنا يخليك. يعني روما من الحالات الجميله اللي خست معانا على الكورسات بتاعتنا، وما شاء الله نتائج فوق الممتازه، ومشرفانا النهارده باتصال. بنشكرك يا روما، احكي لنا بقى ايه الاخبار، كانت شغاله معاكي ازاي الكورسات، والحمد لله النتيجه زي ما انت كنت متوقعه؟ او بكتير طبعا، انا خسيت حوالي 17 كيلو. يا ريت ننزل بصوره روما يا جماعه. خسيت حوالي 17 كيلو، كنت 85 وبقيت 68 دلوقتي، طبعا فضل ربنا ولحضرتك طبعا حبيبتي. دكتوره نور بجد انت ممتازه جدا، صوره روما معانا يا جماعه قبل وبعد على الشاشه. من كام لكام يا روما؟ كنت 85 بقيت 68 ما شاء الله. من الناس الجميله اللي نزلت معانا ما شاء الله، وكانت من الحالات الممتازه يعني، وكانت منتهى الامان والثقه، وكانت مطمنه جدا الحمد لله. ومش عايزه اقول لكم متابعه تامه طول فترات الكورس معانا،
ووصولي المثالي ما شاء الله. وعلى فكره روما لسه مكمله، وهمها كله كل حلمها ان هي تكمل المثالي ان شاء الله باذن الله وتحقق حلمها. مبسوطه منك يا روما جدا، ربنا يوفقك دايما وسعيده باتصالك. ربنا يليكي حبيبتي يا روما، ربنا يصلح حالك، متشكره ليكي جدا. هنكمل بقى في موضوع ثبات الوزن الايجابي يا جماعه. ان انا بنزل على المقاسات وبنزل شيب كويس قوي، بس للاسف انا على الميزان واقفه. هيكون السبب في دوت ايه؟ هقول لك انا في سبب علمي وحيد بس الموضوع دوت، ان انا لما بعمل دايت معين والخليه الدهنيه بتفضي الدهون اللي فيها، الخليه الدهنيه في جسمي برضو خليه ذكيه، للاسف هي بتخزن مكان الدهون ميه، لانها ايه بتحس ان هي لا يعني الجسم ذكي، انت عملتي دايت وخسرتي كميه دهون كويسه، فانا برضو خليه ذكيه فهتخزن مكان الدهون دي ميه، فده بيثبت الميزان لان الخليه تكون محتفظه بكميه ميه كبيره مكان الدهون اللي انت فقدتيها. بس الخليه لما بتفقد الدهون ايه اللي بيحصل؟ انا بفقد مقاسات في جسمي، وما شاء الله جسمي شكل جسمي بيتغير تماما، حتى الشيب بلاقي جسمي ورسم جسمي متغيره وشكل بقى احلى بكتير، وفرق باين جدا في الهدوم، وده اللي بيحصل في اول اسبوعين ثلاثه دايت، وبعد كده ان شاء الله الخليه الدهنيه بتزهق فعلا، والميه اللي هي خزنتها بتفضيها بعد ما تفقد الامل من استمرارك انت في الدايت. طول ما انت مستمريه في الدايت الخليه الدهنيه بتفقد الامل ان هي تخزن دهون تاني، فبالتالي بتفقد الميه اللي هي خزنتها، وبيحصل هنا بقى ساعتها نزول على الميزان. زي اتفضلي يا نورهان، معانا نورهان اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ حبيبتي اتفضلي معاكي. انا وزني 85 وطولي 160، الوزن المثالي كام؟ 85 وكام؟ وطولي 160. المثالي بتاعك 60، 55 60. طب تمام يا دكتور. طب انا برضع دلوقتي، ازاي النظام؟ زي ما اتفقنا يا نورهان، انت البيبي عمره قد ايه؟ 6 شهور. طيب يا نورهان الدايت بتاعنا مش هيكون فيه حرمان نهائي، تمام؟ زي ما اتفقنا هنمنع اكل من 8 بالليل، وهنمشي على نظام لايف ستايل، حياه معين ثابت، مش هحاول ان انا العب في هرمونات جسمي، مش هحرم نفسي من حاجه، وان شاء الله باذن الله تلعب رياضه برضو ده كويس قوي. عايزاكي تتحركي كتير في البيت وتاكلي اكل صحي ومفيد، بس تقللي شويه من الرز والمكرونه والعيش، حاولي تبعدي عنهم على قد ما تقدري، عوضيهم بعناصر تانية البروتين والخضار والفاكهه، وهتلاقي ان شاء الله نتائج صحيه. بس المهم زي ما قلنا الاستمرار على الدايت يا جماعه، مش اتباع الدايت، الاستمراريه اهم من ان انا اتبع دايت معين وازهق بعد كده وارجع اتخن تاني. استمري على نظام معين وان شاء الله هتوصلي نتائج ممتازه. شكرا يا دكتور. العافيه حبيبتي. تمام هنكمل مع بعض ان شاء الله. حد سألني قبل كده برضو بيقول لي سيدوفاج علاج للتخسيس يا دكتورة؟ يا جماعة لا، سيدوفاج مش علاج للسمنة ابدا، سيدوفاج علاج لمرضى السكر من النوع التاني. العلاج ده بيخش الجسم، كل اللي بيعمله ان هو بيقلل افراز الكبد من السكر، وبالتالي السكر بيقل في الدم، فده هو مناسب قوي لمرضى السكر. احنا كاصحاء هناخده ليه؟ عشان السؤال ده برضو بيطرح عليا كتير. السيدوفاج بانواعه كلها مش علاج تخسيس يا جماعة، وليه اضرار كتير جدا، واللي جربه هيعرف اضراره، منها تساقط في الشعر وللاسف وهن في الجسم والكتله العضليه بتقل في جسمي، واللي جرب السيدوفاج وخس عليه للاسف الاثار السلبيه ظهرت له بعد مرور شهر او اتنين من استعماله. فمش اي حد يقول لك خدي ده هتخس عليه تاخديه، الموضوع مش حاجه انا ببلبعها وخلاص يعني وهنزل عليها، لا الموضوع موضوع جسمي انا بحافظ عليه، ده نعمه ربنا اداهولي، فلما اجي اخس لازم اخس وانا بحافظ على النعمه اللي ربنا اديها لي، لازم اخس بنظام غذائي سليم، هرم غذائي لازم احافظ عليه، اخس بصحتي، اخس وانا شعري ما بيقعش، اخس وانا وشي منور وجميله وحلوه ومحافظه على بشرتي. اتفضلي ساره معانا. الو مساء الخير. يا نور عامله ايه؟ وقت التلفزيون يا ساره عامله ايه؟ الحمد لله انا مطيه، انت منوره الشاشه. ربنا يخليك يا ساره. انت منوره والله حبيبتي يا ساره، ما تحرمش منك يا رب. الكبسولات بتاعت الفات بس الرهيبه يا نور والله ما شاء الله. شغاله معاكي ازاي؟ طمنيني، قافله الشهيه و شغال؟ لا قافله خالص، ده احنا بنتحايل على الاكل، بيتحايلوا عليا ياكل ما شاء الله. توفيق. نزلتي قد ايه يا ساره؟
ايه؟ نزلتي قد ايه؟ نزلت قد ايه؟ انا الشكل يا نور اكتر من 15 كيلو، بس انا مش بنزل على الميزان قوي. ايه بقى الفكره؟ ما انا لسه قايله الخليه الدهنيه يا جماعه ما بتفقدش الدهون ما بسهوله. انا كنت بغسل بقى. اه طيب ماشي، هشرحها لك تاني واقولها لك تاني برضو. طيب هو في يا نور الكبسولات دي مناسبه لمرضى الضغط والسكر ولا مش مناسبه؟ والله على حسب العلاج اللي هم بياخدوه يعني، بس عرفيني بياخدوا علاج ايه بالظبط يا ساره وهقول لك ان شاء الله باذن الله المناسب. وكل حاله مرضيه ليها كورس مناسب ليها عامه، فالموضوع ان شاء الله باذن الله سهل. وفي النهارده مفاجات حلوه قوي يا جماعه على مرضى الضغط والسكر والقلب والاطفال 9 سنين. الالترا جرين كوفي النهارده عامله ما شاء الله نتائج ممتازه. هننزلها يا جماعه صور الالترا جرين النهارده. النهارده بعلن لكم عن منتج يا جماعه ما شاء الله محقق نتائج ممتازه مع مرضى القلب والسكر والضغط والاطفال 9 سنين. المنتج واخد مواصفات عالميه وقياسيه في نزول الوزن وقفل الشهيه ومضاعفه معدل حرق الدهون في الجسم. المنتج عباره عن باودر كيس فيه 30 كيس، بيكفي معايا 15 يوم لاني باخد منه مرتين في اليوم، مره الصبح اول ما بصحى من النوم بعملها زي النسكافيه، هو بطعم النسكافيه عادي جدا، فبعمله عادي الصبح اول ما بصحى، بفضي الكيس وكوبايه ميه مغليه وبشربه الصبح اول ما اصحى، ومره تانيه قبل الوجبه الرئيسيه بتاعتي سواء كانت غدا او كانت عشاء. وبنمشي على نظام غذائي بسيط جدا معاه. المنتج ما شاء الله محقق نتائج فوق الممتازه، بيضاعف معدل حرق الدهون للجسم، وفي كميه عاليه جدا من ماده الجرسينيا والتوت البري والكروميوم. العشبه ما شاء الله بتساعد على الشعور بالامتلاء وبتديكي شعور قوي جدا بالشبع. فالمنتج محقق نتائج فوق الممتازه. الاكسترا الترا جرين كوفي منتجنا النهارده ان شاء الله باذن الله بينزل من 8 ل 12 كيلو في الشهر بدون دايت وبدون حرمان. مجرد انت بتاخدي الكيس الصبح والكيس الثاني قبل وجبتك الرئيسيه، بيقفل معاكي الشهيه زي ما قلنا، بيضاعف معدل حرق الدهون في الجسم، مكون من اعشاب والياف طبيعيه 100%. نتائجه ما شاء الله ممتازه. الميزه اللي في الالترا جرين كوفي النهارده يا جماعه ان هي مسموح بيها الاطفال من 9 سنين، مسموح بيها لمرضى القلب والسكر والضغط. مكوناتها حلوه قوي، فيها ماده الكافيين بنسبه ممتازه وبنسبه عالميه. ماده الكافيين دي الماده الاولى العالميه، الاولى عالميا في مضاعفه حرق الدهون للجسم. فيها عشبه التوت البري، ودي ما شاء الله حاجه من الحوارق للدهون الممتازه، بتعلي معايا وبتضاعف معايا معدل حرق الدهون. فيها الجرسينيا، ودي عشبة ما شاء الله أمريكية يا جماعة ما شاء الله محققة نتائج ممتازة في نزول الوزن وفي مضاعفة الحرق. اتصال معانا نور، معانا اتفضلي. نور اتفضلي معانا، سامعاكي. عايز اعرف الوزن المثالي. ماجدة معاكي اتفضلي. بقولك انا وزن طولي 160، الوزن المثالي يبقى ايه؟ انت وزنك قد ايه اصلا؟ انا وزني حاليا دلوقتي 64. وطولك 160؟ اه. انت ممكن تكوني 4 كيلو بالظبط وتجيبي المثالي ان شاء الله، ولو توزيع الدهون في جسمك متناسق فممكن تكوني انت كده اصلا مثالي. العفو. شكرا يا ماجدة، شكرا يا ماجدة لاتصالك. ماشي، كنا بنتكلم على الالترا جرين كوفي وفوائدها ما شاء الله في نزول الوزن وخسارة الدهون وقفل الشهية ومضاعفة الحرق. المنتج يا جماعة واخد مواصفات عالمية ومحقق نتائج ممتازة. عشان نطلب المنتج بنتصل على الارقام اللي على الشاشة وبنطلبه، وان شاء الله يجيب معاكم نتائج جميلة جدا في خلال وقت قصير قوي، وبتلاحظ الفرق من اول اسبوع. وطريقه استعماله ممتازه جدا وسهله خالص، بنفضي الكيس وبنحطه زي ما قلنا على كوبايه ميه مرتين في اليوم، وان شاء الله معدل نزلنا عليه من 8 ل 12 كيلو في الشهر. ناخد فاصل. تمام ماشي، ناخد فاصل ونرجع لكم ان شاء الله. Ultra Green Coffee Extra, the strongest slimming product to get the perfect weight.
Ultra Green Coffee Extra, specially developed to achieve the best results. The strongest slimming product to get the perfect weight. A great slimming drink is safe, and now a bigger pack and a better result. Ultra Green Coffee Extra is the only safe for diabetics and heart patients, and also for breastfeeding, pregnant women and children. Ultra Green Coffee Extra has the specifications of the Egyptian Ministry of Health. Because we always strive for the summit, and our success has no limits, the Ultra Green Coffee package has been fully developed, and has become twice the size with amazing results in a few days. A great drink that combines the strongest natural ingredients to break up. Ultra Green Coffee Extra, the strongest slimming product to get the perfect weight. Ultra Green Coffee Extra, specially developed to achieve the best results. The strongest slimming product to get the perfect weight. A great slimming drink is safe, and now a bigger pack and a better result. Ultra Green Coffee Extra is the only safe for diabetics and heart patients, and also for breastfeeding, pregnant women and children. Ultra Green Coffee Extra has the specifications of the Egyptian Ministry of Health. Because we always strive for the summit, and our success has no limits, the Ultra Green Coffee package has been fully developed, and has become twice the size with amazing results in a few days. A great drink that combines the strongest natural ingredients to break up fat and lose weight without any side effects. Ultra Green Coffee Extra, your first choice. النهارده وعدتكم بمفاجآت كتيره جدا، ونزلت كده على الصفحه بتاعتي، وان شاء الله اول المفاجآت اللي معانا كانت الالترا جرين كوفي، وان احنا بنعلن عنها لحضراتكم انطلاقه اولى من خلالنا ان شاء الله. المفاجاه الثانيه طبعا ضيفتي ياسمين. ياسمين احد الحالات اللي خست معانا الحمد لله على كورسات التخسيس، نتائج ما شاء الله ممتازه جدا بامان وفعاليه. نزول يعني انتوا ان شاء الله باذن الله هتنبهروا بالصوره لما تشوفوها قبل وبعد. هسيب لكم ياسمين تحكي لكم عن تجربتها معانا، وتفضلي يا ياسمين. اول حاجه مساء الخير يا دكتور. طبعا انا اسعد حاجه ان انا يعني عرفت حضرتك، وحاجه بجد تشرفني، وحاجه اقول للناس كلها كله يتابع مع الدكتور بامان وبثقه، بثقه بثقه بجد. يعني هي دكتور حاجه ممتازه جدا، محدش يقول ده اعلان على النت وخلاص، لا ده بجد بجد انا جربته، والبرشام ما فيهوش اي ضرر، ما فيش اي ضرر عن الكورسات خالص، وبجد النظام الغذائي اللي ادتوني مشيت عليه صح 100%. انا بقالي اكتر من 3 سنين بتابع تخسيس، ما فيش حاجه جت معايا نتيجه غير الدكتور بصراحه يعني. والفتره اللي انا مديت بيها انا اتصلت على الدكتور وقلت له يا دكتور انا عايزه اخس عشان خاطر انا خلاص داخله على مرحله اللي انا ممكن هتخطب او حاجه. قالت لي طب خلاص هبعت لك المنتج وابعت لك الكورس، بعتته لي مفيش زي ما قالت لي بالظبط، امشي عليه الجيم ساعه في اليوم او امشي ساعه، خدت الصبح كنت اقوم امشي ساعه، اطلع من بيتنا امشي لحد ما اقرب قرب شغلي، بعد كده اركب مواصله، يا انزل الصبح امشي عادي جدا اروح على الشغل عادي، بس امد زي ما الدكتور حكيت لي بالظبط زي ما انا ما كنت بعمل. اقوم الصبح اخد اللي هي الكبسوله كوبايه الميه الدافيه، اهم حاجه الميه الدافيه دي بجد، مع الكبسوله بتعمل يعني شكل جميل جدا. كان قافل معاكي ياسمين الشهيه؟ كان قافل معايا جدا الشهيه، انا كنت باكل في اليوم يا دكتور 4 ترغيفها الصبح بس فطار. ياسمين يا جماعه انا كنت على طول بقول لها ياسمين حاولي تاكلي، انا مش عايزه مضاعفات، لان هي بتشتغل وبتروح مشوار طويل جدا. بشتغل 16 ساعه في اليوم، محدش يحط الشغل قصاد اللي هو مش هيخس، لا يا جماعه انا كنت بشتغل 16 ساعه، بطلع الساعه 7 اخش بيتي الساعه 11 او الساعه 12، دي برضو شغلي كله كنت بقعد، بس انا كنت بعمل حاجه حلوه، كنت بقوم اعمل شويه رياضه في المكان، امشي اجي افضل طالعه نازله في شغلي، دي كانت حاجه برضو مساعداني اللي انا اخس. وكنت يعني كنت فظيعه في الاكل، كنت باكل عيش مع رز مع مكرونه، وما كانش يتوقع لي انا هخس. يعني معظم عندنا الناس في العيله كلها ما كانش يتوقع لي ياسمين خست. ياسمين كانت من عشاق، اول مكالمه قالتها لي في التليفون يا دكتور انا من عشاق الرز والمكرونه والاكل عندي انا مش قادره استغنى عنه، يعني هو من هواياتي المفضله اوقات فراغي على طول انا الاكل. يعني قلت لها ياسمين ما تقلقيش ان شاء الله باذن الله، هي الكبسوله على الريق اللي هتاخديها هتقفل معاكي 18 ساعه في اليوم.
انا الحمد لله لما بدي وعد لازم اكون قد الوعد اللي انا هديه، وما كنتش هنفذه مش هديه. وطالما اشتغلت في مجال التخسيس وديت ناس ثقه وديتهم امل ان هم هيخسوا، ان شاء الله لازم اكون قد الكلمه اللي انا قلتها للناس وللحالات بتاعتي، ومن ضمنهم الحمد لله ياسمين. يا ريت ننزل يا جماعه بصوره ياسمين قبل وبعد. كنت بتحسي انت على طول بحر يا ياسمين من استخدام الكورسات؟ كنت على طول وانا بستخدم الكورس كنت احس جسمي من جوه، يعني انا بحس من جوه جسمي اللي انا في حاجه من جوه شغاله في جسمي، كنت احس اني حرانه قوي، احس ان حتى اطلب بشغل المروحه. صوره ياسمين معانا يا جماعه قبل وبعد. الصوره دي في السنتين اللي انا كنت بحاول اخس فيهم، الصوره دي بعد تاني منتج يعني من تاني كورس خدته او تاني شهر. الصوره دي كنت شغاله في مدينتي وكنت بصورها. تاني الصوره دي هنا، الصوره دي كانت ياسمين خدت معانا كورس شهر، وده الكورس التاني على طول لقيتها مصوره لي نفسها قبل وبعد. وما شاء الله نتائج اهي قدام حضراتكم. الصوره دي كنت 6.5. الصوره دي كنت 6.5. الصوره دي اما تميت ال 74 كيلو دلوقتي كده انا 69 كيلو. الصوره دي تالت كورس تقريبا. دي الصوره دي برده كنت لسه تخينه برده فيها، كنت اتابع مع دكاتره كتير جدا وما عرفتش انزل. الصوره اللي هنا فيها ام عليا لما كلمتني كانت عندها تقريبا حاله ياس، والله يا جماعه كانت محبطه فعلا بكل معنى الكلمه. الحمد لله ومن اول كورس، ومش عايزه اقول من اول اسبوع، والله الحمد لله ده بجد بجد. لا هو من اول اسبوع انا نزلت 4 كيلو. حقيقة. بس يا جماعه انا احب اقول لكل واحده، حبي نفسك هتعرفي تخسي. بالظبط. حبي نفسك وما تقولش اخس عشان خاطر انا عايزه، لا انا هخس بقى 2 كده كده عشان خاطر فرح. لا خسي عشان انت الحياه حلوه، حبي نفسك وهتخسوا. مش هتحب نفسك وما فيش خساسين، والواحده اللي مش عندها اراده مفيش. تمام. يعني والله هي بتقول كلام ممتاز جدا 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 يا جماعه. انا زي ما بقول لكم حبوا نفسكم هتوصلوا لكل احلامكم وهتحققوها جدا، وهتوصلوا للي انتوا عايزينه، بس المهم الاراده والاستمراريه على الموضوع، مش مجرد كورس خدته في الشهر وخلاص على كده، او دايت اتبعته لمده اسبوع او اسبوعين وبطلته خلاص. لا، الموضوع محتاج مننا استمراريه، محتاج زي ما ياسمين قالت بالظبط، نحب نفسنا جدا. نحب ان احنا نظهر في شكل احلى، نحب ان احنا يكون عندنا ثقه في نفسنا اكتر. كل ما بيكون جسمي جميل بحب البس اللبس اللي انا حباه، وبيكون مقاساتي صغيره وشكلي جميل، فبحب نفسي بيكون عندي ثقه. اتفضلي ياسمين. في معظم الناس تقول لك الدايت ده حرمان، انا هحرم نفسي. لا، ما تحرميش نفسك عن جسمك خالص. انا ما كنتش بحرم نفسي لما اتحدك موتي. حرمان ممنوع. اصل هتحرمي نفسك هتيجي هتخسي، ماشي هتخسي هتحرمي نفسك، بس لما تيجي بعد الخسين هتتخني. بالظبط. هتدي جسمك، هيستقبل جسمك كان حابب حاجه وانت كنت بتديها له، بعد كده هتطلع عنها تاني. لا، انا ما كنتش بحرم نفسي خالص. انا كان عندي في البيت عندي خالته كانت على طول كانت يعني مدياني طاقه اللي انا ايه، لا كل كميات قليله زي ما الدكتور ما بشكي عليه بالظبط. كانت بتمسك التليفون وتقرا لحضرتك بعتاه، وكانت تفضل هي مشياني عليه. متابعتنا مستمره معاكم ان شاء الله باذن الله، وعلى طول باذن الله متابعينكم. حتى يعني جماعه الموضوع والله ابسط مما تخيلوا خالص، يعني بجد الموضوع مش محتاج حرمان، مش محتاج ان انا احرم نفسي، مش محتاج مجهود زياده عن اللزوم، مش محتاج منكم غير الاستمراريه والاراده. والحمد لله في نتائج ممتازه وكورسات ممتازه، وبتنزل اوزان ما شاء الله يعني خياليه. بنوصل بيكم 8 ل 12 كيلو في الشهر، بنزول امن بصحتك بكامل ما شاء الله لياقتك، من غير ترهلات، من غير ما يحصل اي منظر مش حلو شيء للجسم. لا، بتنزلي بتناسق. وخلي بالكم يا جماعه، انا عايزه اقول تاني، نزول المقاسات اهم بكتير قوي 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 من نزولي على الميزان. تمام. الفقره بتاعتنا خلصت. هناخد فاصل ونرجع لكم تاني ان شاء الله باذن الله. تمام. ختام الحلقه خلصت. كنا سعداء النهارده معاكم، والحلقه خلصت بسرعه جدا والله. بشكر ياسمين على حضورها النهارده معانا. ده اقل حاجه بجد، احنا انا اطلع واعملها لحضرتك، ده اقل حاجه على انا اللي انا شايفاه في نفسي. منورة. انتي رجعتي لي الحياه تاني حبيبتي، انتي تسالي كل خير والله. ربنا يخليكي يا رب. من الحالات الناجحه معانا الحمد لله ياسمين. وهرجع اقول لكم تاني، الترا جرين كوفي يا جماعه، والنتائج اللي هي محققاها ممتازه، قفل شهيه ومضاعفه حرق، ومنتج امن لكل الاعمار من 9 سنين، مرضى القلب والسكر والضغط امن ليها جدا. كنت سعيده النهارده معاكم، ما شبعتش منكم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله.